برأيي ما في كسر، عطيته مسكن ألم هلأ بيهدى. شو عامل الزلمة؟ عامل خناقة. وليش ما بتاخده على المشفى؟ أنا قلتلك لتعالجيه مو لتحققي معي. إذا خلص شغلك لنروح. خلص نايا، هالمرة ممكن تمسك لسانك؟ اوعى تجيب سيرة لجنس مخلوق. يعني هلأ رح نام ولما فيقي بيجي لعند البابا؟ نامي يا عمري حتى تكبري بسرعة، وقتها ما رح تتركي أبوكي أبداً. أنا كتير مشتاقة لأبي. يا ستة، لو تحكي لها واحدة من حكاياتك الحلوة قبل ما تنام لتسليها. احكي لي حكاية الأب وبنته. ماشي يا عمري ماشي. كان يا ما كان يا أمورة، كان في بنت حلوة كتير وكانت مثل الملاك لأمها وأبوها. كان أبوها وأمها بيحبوها كتير ومعلقين فيها كتير، ومن كتر حب الأب والأم لهالبنت كانوا ما يخلوها تبعد عنهم أبداً، لأنه بيخافوا عليها كتير وحتى ما تصيب العين. شو يعني تصيب العين؟ يعني النظرة السيئة. بعدين هي البنت الحلوة كتير أخدوها أمها وأبوها على مكان بعيد كتير. كيفك بابا؟ الحمد لله يا ابني. نامت؟ أمك عم تنيمة. البنت مفرحتنا كتير أنا وأمك، صرنا معها مثل أولاد الصغار وعلى طول عم نلعب. عم تبكي بدها أبوها؟ عم تبكي وعم تلتهي، بتضلها طفلة. طيب شو بدي أعمل؟ ابني لقلك بدك تراجع حدا بيعرف ضروري. إذا حكيت مع الطفلة رح تفهم هالشي، رح تصدق اللي رح تقوله ولا رح تنساه، رح بتصير منيحة ولا رح تسوء حالتها، ما منعرف. بكرة بشوف حدا. انت ليش مزعوج ابني؟ شو ما تفرجتوا على التلفزيون؟ قلي ليش في احلى من راف حتى نفتح التلفزيون؟ صاير شي؟ في سيارة ضربت انجي وابوه، وضعهم خطير. والطفل عايش. اتأجلت شغلة الزواج؟ لا بابا، تزوجنا. عملت منيح، بس يمكن أمك رح تعصب كتير. ما بقبلها شو ما صار، لا بقبلها تكون كنا لإلي، ولا بقبل كل قصة الزواج تبعهم. يا مرة انتبهي رح تفيق الصغيرة. بس أنا ما عم صدق لحتى تفيق البنت. أمي اللي صار صار، بدك تقبلي بدك لا تقبلي، انجي هلأ مرتي. ما تقولها على تمك، انتو صحيح متجوزين بس متجوزين على الورق. معقول هيك يا مرة؟ وأنا ما عم بفهمك أبدا يا رجال. مو أنت بتقول إنه الزواج ما بيصير إذا كان إجباري أو تخجيل أو شفقة، وما بيصير الزواج غير إذا كان في حب؟ بس هي بتضل مرتي يا أمي. إذا مو قبلانتها كني فهي ما رح تكون مرتك. هذا اللي كان ناقص يصير فينا وصار فينا. لك يا مرة البنت عم تنازع، ارحميها شوي وعدلي. لو قادرة وقف على رجلي
كنت بعمل المستحيل مشان امنع هالزواج. انت خليك هيك واقف. شو اللي جابك بهذا الوقت؟ عمي أنا تعباني. هل مايع كينان عمل شي؟ عم بيدمرني كل يوم، بيقعد يعذبني ويقلي أنت بتحبي ماماتي. طبعا بدك تحبيني، مو أنا بكون عمك؟ بس هو ما بيقصد هيك. لو كان أبي عايش ما حدا قدر يعمل معي هيك. مين هدول ومين كنان لحتى يهينوني؟ خلاص لا تحكي حكي مو حلو. أنا رح أشحط كنان وأحكي معه لازم. في حدا هون؟ ما في. ليش لكن هيك وضعك غريب؟ شو بوضعي؟ أنت ما بتحبني؟ وليش ما حبك؟ لكن بتحبني. موت فيكي. عن جد؟ شو عم تعملي؟ شو جنيتي؟ ايه جنيت؟ أنا بعشقك بجنون كنان، ما بيهمني بشي أبدا، ما بدي غيرك بالدنيا، بدي صير مرتك أنت. خير؟ شو في سلوى؟ عمي نهاد عندك شي؟ ليش عم تتصلي فيني؟ اتصلي بأخوكي. سامحني على هالحلم، استغفر الله، حسبنا الله.
سيدي في عندك زيارة. مين اجا؟ وين المدير؟ سيدي قال ما بده يقابلك. كيف يعني ما بده يقابلني؟ قال ما بده يقابلك حماية لروحه. بتقوله للمدير إذا خايف على روحه ما يخاف مني، وسلم لي عليه كتير، وقل له أني رح أبعت باقة ورد على جنازته. شو عم تعملي هون؟ عم بشتغل. بس ما عندك شغل كتير، ليش جاي لهون برات الدوام؟ تتحسن حالتي لما بشتغل. شو ما حكيتي مع مراد؟ بيلسان ما بدي احكي. شو ما رحتي على المستشفى؟ مراد خلص وما بدي احكي معك بشي. ليش صار شي؟ مراد تزوج انجي. ماشي، أنا بغرفتي. معلم شوفي، إجا صاحب البيت قل له أنه رح نبعث له الإجرة. صالكن ثلاث شهور كل شهر بتحكوا نفس الحكي. لا تصرخ هيك علي، قلت لك رح ندفع. ما بدي، بطلت، ما بدي، ما عاد بدي مصرياتكم، خلص طلعوا من بيتي. شو أنت ما بتفهم بالحكي يا؟ امشي يلا. شو عم تساوي يلا مجرمين؟ يلا حق عليكم، طلعوني أنا فرشيكم، أنا فرشيكم. بكفي بقى، بكفي، قلت لك خلص طلع لبرا، بكفي بقى حاجة يا. انتوا قطعين طرق، رح اشوف لكم الشرطة وجهي. بدي طالعكم من هالبيت، هي بلد مو غابة، رح اخذ مصرياتي على اخر قرش. الله لا يعطيكم العافية، تضربوا من بين الناس، لعم ما بيخافوا الله. يا عيني، هدول ما معهم يدفعوا اجرة البيت؟ إذا حادث طبيعي ليش لا يهرب الزلمة؟ خافوا هرب هالسافل.